مشاهدينا رجعنا لكم اليوم، هذا هاشتاج الأسبوع أعتقد ريم صحيح؟ أي صحيح. انطلقت في أبو ظبي فعاليات حوار مجلس حكماء المسلمين والطائفة الأسقفية الإنجليكانية بعنوان نحو عالم متفاهم متكامل. هذا الحدث اللي جسد بأن الإمارات تعد نموذج يقتدى به في الانفتاح المتوازن والتطور المحسوب بدقة. وفي فقرة هاشتاج الأسبوع بنسلط الضوء على هاشتاج عالم متفاهم متكامل، ويسرنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ فيصل الزعابي المدون طبعا، وبيحدثنا عن هذا الهاشتاج. حياك الله أستاذ الكريم. الله يحييك، يا مرحبا اخوي عبد الله، امسي عليك بالخير وعلى متابعينكم ومستمعينكم الافاضل. الله يسلمك يا رب، يعافيك. استاذ فيصل، اذا في البدايه بتخبرنا على اهميه انعقاد هذا الحوار في دوله الامارات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لا يخفى على احد تلك الجراح التي أدخلت جسد الامه. نعم. فكان لزاما فعل ما يلزم لمحاوله تضميد تلك الجراح، ونعلم دائما ما كانت دوله الامارات وما كان لدوله الامارات رؤيه واضحه نحو إطلاق ودعم المشاريع التي تخدم العالم الإسلامي والعالم العربي والإنسانية جمعاء. فجاء الإعلان من الإمارات بإطلاق أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي تحت ما يسمى أو تحت مسمى اللي هو مجلس حكماء المسلمين، ليجسد تلك الرؤية الصادقة لدولة الإمارات في إيجاد خطاب وسطي متزن يواجه خطاب الكراهية والطائفية والفكر المتطرف الذي لا يجلب للأمة سوى الدمار. نعم طبعا أستاذ الكريم، يعني إلى أي مدى سوف تساهم مثل هذه الحوارات بين الأديان على ترسيخ مفهوم التفاهم التكامل بين الشعوب؟ لا شك بأن في حال وجود الحوار المتزن والحوار المبني على أسس صحيحة وأسس واضحة، مثل هذه الحوارات تبني جسور التواصل بين الشعوب وبين الأمم. ولا شك هنا يعني نؤكد على دور رجال الدين وتأثيرهم المباشر وغير المباشر على من يتبعون ملتهم أو عقيدتهم أو طائفتهم. نعم. لأن من يتبعون تلك العقيدة أو الطائفة أو الملة يرون في رجال الدين قدوة، ويرون في رجال الدين نهج لتفسير معتقداتهم وتفسير ما يشكل عليهم. هم بالنسبة لهم متبعون طبعا من مسائل. نعم نعم، فهم مو كلبهم تفسير ما يشكل على أتباعهم من فهم الدين. فمتى ما كان هناك فهم للدين، فهم للعلاقات بين الشعوب، فهم صحيح، فهم مبني على أسس صحيحة راسخة في المجتمعات، كلما كان هناك تعزيز للتعايش، تعزيز للسلم العام الذي لابد أن يكون له تأثير إيجابي بداية على المجتمعات وعلى الدول وعلى الوطن بشكل عام. أكيد. جميل. أستاذ فيصل، كيف كان تفاعل المغردون مع هذا الهاشتاج وخصوصا من حول العالم ليس فقط من الإمارات؟ التفاعل حقيقة كان تفاعل إيجابي وتفاعل كبير، حيث وفقا لحساب ترند الإمارات يعني وصل عدد المشاهدات والمشاركة في هذا الهاشتاج إلى أكثر من 140 مليون مشاركة ومشاهدة على مستوى العالم. ما شاء الله. حقيقة هذا التفاعل حتى أيضا يعكس لنا مدى توافق رؤية الشعب مع رؤية قيادة دولة الإمارات في تبني الخطاب الوسطي، في تبني حالة الرغبة والسعي إلى إيجاد حالة من التعايش، حالة من تقبل الآخر، حالة من الحوار البناء الذي به ترتقي الأمم. صحيح. أكيد طبعا مثل هذه الحوارات وهذه الاجتماعات تخرج بها توصيات كثيرة لتفعيل مفهوم التعايش والتفاهم، فلو تخبرنا على أهم التوصيات اللي خرج بها هذا الحوار. حقيقة الحوار خرج بتوصيات كثيرة، منها إقامة موقع رقمي وتعريفي للمبادرات التي تطلقها الدول في مجال التعايش ومجال الحوار، لتوثيق أيضا الأفلام التي يتم عملها وإصدارها حتى تعم الفائدة من هذه الأفلام الموثقة. أيضا دعم المبادرات التي تسعى لتأكيد قيم التسامح والعيش والمشاركة، وعلى رأسها تجربة دولة الإمارات التي حظيت بإشادة دولية بإقامة والإعلان عن وزارة للتسامح ترأسها في دولة الإمارات معالي الشيخ لبنى القاسمي، والتي خلال حقيقة الملتقى ذكرت بأن في دولة الإمارات يتعايش عدد من يتعايشون
في دولة الإمارات يفوق عدد أعضاء الأمم المتحدة. لذا نحن نعد فعلا نموذج للتعايش، نموذج للحوار، نموذج لتقبل الآخر. نعم جميل. أكيد طبعا. أستاذ فيصل، طب كيف سيتم ترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع؟ حقيقة هذه التوصيات لابد من أن الحكومات بداية لابد أن تتبنى مثل هذه التوصيات بإقامة المراكز، كما قامت دولة الإمارات بإطلاق مجلس حكماء المسلمين. لابد من أن تتبنى جميع الدول التي فعلا هي تسعى للتعايش وتسعى لنشر السلام، تسعى لخدمة الإنسانية على مستوى العالم، أن تتبنى مثل هذه المبادرات، أن تضع مثل هذه المبادرات وتغرسها في النشء وفي الشباب، مثل ما تفضلت أيضا معالي الشيخة ابن القاسم وذكرت بأن الشباب هم الركيزة في زراعة التعايش وأسس الحوار وتقبل الآخر. أكيد طبعا، لأن نحن يعني هناك دور بيكون لشبكات التواصل الاجتماعي في ترسيخ مفهوم عالم متفاهم ومتكامل، فأنتم من منصات التواصل الاجتماعي وأيضا إصدار هذه الهاشتاغات، لو تخبرنا كيف لابد أن يكون التعامل مع مثل هذه الشبكات حتى نستطيع أن نصل للمبتغى اللي نرمي إليه؟ نحن نعلم جيدا دور شبكات التواصل وأهميتها في عالم التكنولوجيا الرقمية المتمثلة في تقريب البعيد وسرعة وسهولة التواصل. لذا فإن شبكات وسائل التواصل الاجتماعي هي أداة وأداة مهمة جدا لترسيخ وممارسة التفاهم والتكامل، بتعزيز دور الحوار من خلال حوارنا مع بعض على وسائل التواصل الاجتماعي، لأننا نعكس صورة عن مدى تفهم شعب ما في مجتمع ما في دولة ما لأسس والأطر العامة لتقبل الآخر. إن كنا نتحاور بشكل إيجابي في وسائل التواصل الاجتماعي فذلك يعكس انطباع ممتاز بأننا فعلا نعيش في بلد متسامح، نعيش في مجتمع يتقبل الآخر، نعيش في مجتمع يهدف إلى خدمة الإنسانية. لذا فإن وسائل التواصل وشبكات التواصل الاجتماعي دورها مهم ودورها فعال، علينا استغلالا إيجابيا لمواجهة الفكر الآخر والفكر المتطرف أو الفكر الداعي إلى رفض الآخر أو عدم التسامح أو الرأي الآخر الذي يطرح ويثير النعرة الطائفية طبعا. وتصارع الأديان، لأن الديانات السماوية كما ذكر الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر خلال الملتقى أن الأديان السماوية كلها بعثت لعبادة الله ولنشر التسامح وهي جميعا رحمة بالناس. نعم. صحيح. فلماذا يشق الناس على أنفسهم بإثارة النعرات الطائفية ورفض الآخر وحروب والاقتتال الذي لا يجلب سوى الدمار للبشرية؟ طبعا نحن أستاذ فيصل الزعابي كل الشكر لك على هذه المواصلة والحديث وسرد الأمر بهذه الطريقة طبعا ونقل كل محتويات هذا الحوار، نحن نشكر كل الشكر. أخوي عبد الله ممكن أضيف بس نقطة؟ تفضل أكيد. على عجالة، في البعض بس رأيت في بعض التغريدات التي ظنت بأن الملتقى هو عبارة عن راح يكون فيه حوار بين الكنيسة وحوار بين المسجد خلال الملتقى الذي عقد. نعم. في حقيقة الأمر نعم، خذ راحتك معنا وقت ما يهمك. إن شاء الله. نعم، مجلس حكماء المسلمين تبنى الحوار مع الجميع. نعم. تبنى الحوار مع جميع الأطراف، لكن في حقيقة الأمر في الملتقى البعض قال أنه لا يوجد حوار. عندما يجلس رجل الكنيسة ويجلس رجل إمام المسجد ويتحاورون على طاولة واحدة وكل يدلو بدلوه ويطرحون الأفكار، حتى وإن قلنا أو آمنا بأنه لم يكن هناك حوار، المثال الذي يضرب للناس وللأتباع بأننا نجلس نتحاور نتبادل الأفكار، مجرد جلوسهم على طاولة واحدة يتقابلون بكل ود وسلام وتعايش وتقبل كل واحد منهم للآخر، هي رسالة للمجتمع، رسالة للدول، رسالة للمتعصبين. أكيد. رسالة لأصحاب الفكر المتطرف. لذا عتب البعض أن الملتقى حوار مجلس حكماء المسلمين لم يكن هناك حوار، لا، أنا أعتقد بأن الأفكار التي طرحت هي تمثل حوار وتمثل حوار جدا مهم. نعم نعم حقيقة نعم صحيح.
شكرا لهذا التوضيح اكيد وعلى هذه المداخله معنا المدون فيصل، شكرا لوجودك معنا.